هلو ايفريون، اهلا بكم طلاب تانية ثانوي في اول حلقة من حلقات شرح المنهج الاساسي الخاص بالكيمستري. احنا اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن الكيمستري بيزكس اللي احنا محتاجينها قبل ما ندخل في دراسة الكيمستري في تانية ثانوي. اتكلمنا عن موضوعات كتير جدا، منها البريودك تيبل ورايتنج كيميكال فورمولا وكالكوليتنج نمبر اوف مولز وبالانسنج كيميكال اكويجن. خلونا نتكلم في الاول عن المنهج بتاعنا ان جنرال كده. المنهج بتاعنا بينقسم لفور تشابترز، اتنين منهم في الترم الاولاني واتنين منهم في الترم الثاني. الاثنين اللي في الترم الاولاني هما تشابتر 1 وتشابتر 2. تشابتر 1 بيتكلم عن هيستوري اوف ذا اتوم، واخره هنبدا نتكلم عن الالكترونيك كونفيجريشن، وتشابتر 2 بيتكلم عن البريودك تيبل والبريودك ترندز. الترم الثاني عندنا 2 تشابتر 3 و4. 3 بيتكلم عن types of bond الايونيك والكوفالنت، وكمان هناخد شويه types of bond جديده اول مره نسمع عنها، ما سمعناهاش ولا في اولى ولا في اعدادي. يمكن الايونيك والكوفالنت بس اللي واخدين فكره عنهم قبل كده. وتشابتر 4 هنتكلم عن جروب 1A في البريودك تيبل وجروب 5A. ده كلام سابق الاوان، وخلونا نتكلم على تشابتر 1 وهيستوري اوف ذا اتوم، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده وبدايه المنهج بتاعنا. بدايه محاوله وصف الاتوم كانت مع الجريك فلسفرز، واللي وصفوا الاتوم على انها سوليد بارتيكل كان نوت بي ديفايدد. يعني هم تخيلوا الاتوم ان هي جسم واحد ما فيش اي مكونات داخلها، يعني ما فيهاش السب اتوميك بارتيكلز اللي احنا نعرفها النهارده اللي هي الالكترون والبروتون والنيوترون. لكن هم تخيلوها ان هي جسم واحد solid particle solid part cannot be divided. وجيم بعدهم ارسطوطل رفض الفكره دي تماما، وقال ان الماترز حوالينا متقسمه او مكونه من اربعه components، four main components، هم الاير والووتر والدست والفاير. وبتغيير المكونات دي، بتغيير نسبه المكونات دي جوه كل حاجه، نقدر نحول التشيب ميتلز into precious metals او expensive metals. والفكرة دي اخرت البحث العلمي في وقت ارسطوطل لمدة 1000 سنة كاملة. يبقى الجريك فلسفرز قالوا ان الاتوم solid particle cannot be divided، وجي ارسطوطل رفض الفكرة دي تماما وقال ان الاتوم او الماترز حوالينا بتتقسم او بتتكون من 4 main components. ايه هما ال 4 main components؟ ولازم نعرف ان اسمهم دايما متصل باسم ارسطوطل، هم الاير والووتر والدست والفاير. بعد ارسطوطل يجي العالم بويل علشان يحط لنا اول تعريف للاليمنت. The first definition of element كان من نصيب بويل. He defined the element as a pure simple substance which called element cannot be analyzed into simple one by normal or traditional chemical methods. هو عرف الاليمنت على انه البيور سمبل substance اللي ما نقدرش نقسمها او نبسطها او نحللها بالطرق الكيميائية المعتادة لحاجة ابسط منها. لو احنا وصلنا لحاجة زي كده نقدر نقول عليها ان احنا معانا element. من بعد بويل جي دالتون. دالتون كان اول واحد يحط نظرية منظمة ليها بنود واضحة نقدر نعتمد عليها او نقدر نوصفها. اول بوستيوليت او اول فرضيه من فرضيات دالتون، وبنقول عليها بوستيوليت لان ما كانش ليه تجربه عمليه، يعني هو عمل الكلام ده نظريه او فرضيات نظريه بدون تجربه علميه. اول فرضيه من فرضيات دالتون او اول بوستيوليت قال ان السبستنس كونسيست اوف فيري سمول بارتيكلز كولد اتوم. اي سبستنس حوالينا او اي ماتر حوالينا بتتكون من اجزاء صغيره جدا، الاجزاء دي solid cannot be divided، يعني اتفق في اول concept مع الجريك فلسفرز وسمى البارتكلز الصغيرة دي atoms. وقال every element consists of very small dense atoms which cannot be subdivided. Three atoms of the same element are identical. Atoms of the same elements are identical. يعني لو انا عندي هيدروجين وواحد تاني معاه هيدروجين، الاتوم بتاعت الاليمنت الهيدروجين اللي معايا هتبقى similar to the atom of element الهيدروجين اللي مع الشخص التاني، عشان هما same element فطبيعي يبقى ليهم similar atoms. وبالتالي هيكون الاتومز of different element are different، يعني same atom similar او identical والdifferent atoms different.
وبعد دالتون صاحب أول نظرية بدون تجربة علمية تيجي دور التجارب العلمية، وأول تجربة علمية معانا هي كانت الكاثود راي اكسبيرمنت أو الكاثود راي تيوب، ودي اللي قام بيها واحد اسمه تومسون، عالم اسمه تومسون، عمل تجربة اسمها كاثود راي اكسبيرمنت كان ليها دور كبير جدا في اكتشاف الإلكترون والتشارج بتاعت الإلكترون. لازم نعرف عنها حاجات كتير جدا، أولها مكونات الكاثود راي تيوب، الكونديشنز اللي بتشتغل فيها الكاثود راي تيوب وليه لازم توفر الكونديشنز دي، وبعدين لازم نعرف البروبرتيز اوف كاثود راي تيوب. نبتدي بالمكونات بتاعتها. المكونات بتاعت الكاثود راي تيوب هي تيوب ازاز زي ما احنا شايفينها كده، التيوب اللي احنا شايفينها دي مكونه من طرفين، طرف فيه ميتال وبنقول عليه الكاثود، وده اللي تشارج بتاعته نيجاتيف، لازم نكون عارفين ان ده النيجاتيف وهنعرف سببه دلوقتي، وطرف البوزيتيف وهو الانود، والفاكيوم بامب دي وهنعرف برضو دورها، ولازم نعرف التو كونديشنز اللي هما الهاي فولتج ولو بريشر، وهنا مكتوبه اهو اير ات فيري لو بريشر. طيب احنا عرفنا المكونات والباتري، طبعا ما نقدرش ننسى الباتري لانها واحد من الكونديشنز برضو هنعرف سبب وجوده. لازم نعرف معلومه مهمه جدا قبل ما نعرف الكاثود راي تيوب بتشتغل ازاي. الغازز under normal conditions cannot conduct electricity، يعني الغازات في الظروف العادية ما تقدرش توصل الكهرباء، bad conductor for electricity. طيب عشان يحط هو غاز جوه الكاثود راي تيوب ويخليه يوصل الكهرباء اللي هيوصلها عن طريق الطرفين الكاثود والانود، كان لازم يغير الكونديشنز اللي موجوده فيها الغازز، كان لازم يخلي الظروف غير طبيعيه، غير الاير اللي بره، فكان لازم يغير حاجتين، الفولتج التيار الكهربي اللي متوصل والبريشر اللي ابلايد على الغاز ده. فالفاكيوم بامب دي مهمتها انها تسحب الهواء اللي موجود جوه عشان تخلي الضغط قليل جدا، فيبقى عندنا الكونديشن الاولاني فيري لو بريشر اتحقق من الفاكيوم بامب. والبطاريه دي او الباتري دي مهمتها انها تغذي الطرفين الكاثود والانود بتيار كهربي عالي جدا، وعشان كده يبقى وفرنا الفيري هاي فولتج تاني كونديشن. وبتوفير التو كونديشنز دول نضمن ان الغاز اللي جوه يقدر يكوندكت الكتريسيتي، لانه مش موجود في ظروف طبيعيه، احنا خلقنا له ظروف جديده، في الظروف دي هو يبقى جود كوندكتور فور الكتريسيتي ويقدر يوصل الكهرباء من الكاثود للانود. طيب هو بالظروف ووجود الظروف اللي هو وفرها للكاثود راي تيوب، التجربة جاهزة كده انها تشتغل، يعني هنوصل الكهرباء، هتبدأ الكهرباء تمشي في السلك من الباتري وتوصل لحد الكاثود، فتبدأ تكهرب الغاز اللي جوه، فالغاز اللي جوه في الظروف اللي هو موجود فيها good conductor for electricity. طيب يعني هيوصل كهرباء، فتبدأ الكهرباء دي تعمل ايه؟ تمشي او تخلق طيف او تخلق spectrum او تخلق ضوء هيمشي من الكاثود للانود، وهنا سبب تسمية الكاثود راي بالكاثود راي اكسبيرمنت او كاثود راي تيوب، هو ان الريز اللي هتطلع او الفلو اوف فوتونز اللي هيطلع او فلو اوف الكترونز اللي هيطلع من الكاثود للانود، يعني هيطلع من النيجاتيف كاثود للبوزيتيف انود، ومن هنا تم اكتشاف ان الالكترون هيكون له نيجاتيف تشارج. طيب واحده واحده كده هنشوف البروبرتيز اوف كاثود راي اكسبيرمنت. اول حاجه consist of tiny particles which have a negative charge. هو اتاكد ان التشارج اللي طالعه من الكاثود بما انها طالعه من عند النيجاتيف فهي ليها نيجاتيف تشارج. تاني حاجه قال transfer in straight lines. هو شاف الريز اللي طالعه من عند الكاثود ورايحة للأنود ماشية في خط مستقيم، مش بتطلع فوق ولا بتنزل تحت إلا لو عملنا ظروف معينة هنقولها كمان شوية. Move from cathode to anode دي خلاص قلناها. Have a thermal effect، لو حطينا ايدينا على التيوب الإزاز اللي ماشي فيها الكاثود ريز من الكاثود للأنود، بعد فترة من تشغيل الكاثود ري اكسبيرمنت هنحس ان التيوب بدأت تبقى سخنة. السخونه او الهيت او التمبريتشر اللي احنا حاسين بيها دي اسمها ثيرمال افكت او تاثير حراري للريز اللي طالعه او بتمشي من الكاثود للانود. افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد، الستريت لاين اللي احنا قلنا عليه واللي بيمشي من الكاثود للانود ده لو حطينا ماجنت
لو حطينا ماجنت هنا فوق الستريت لاينز دي هتخلي الستريت لاين ده يطلع لفوق كده يروح ناحية الماجنت ويبدأ ينزل تاني عند الانود. انا هحط فيديو بعد ما نخلص شرح التجربة دي على طول نشوف فيه الكاثودي اكسبيرمنت ازاي الريز بتمشي من الكاثود للانود والتشارج بتاعتها وازاي بتجيت افكتد باي الكتريك اند ماجنتيك فيلد. كاثود ريز دو نوت تشينج باي تشينجينج ايذر كاثود ماتيريال اور تايب اوف ذا جاز انسايد ذا تيوب. ده بوينت مهم جدا لازم نعرفه ونعرف التأثير بتاعه. لما حاولوا يغيروا الجاز اللي جوه الكاثود راي اكسبيرمنت او يحاولوا يغيروا الماتيريال اللي معمول منها الكاثود اللي هي الكوندكتور الميتال الكوندكتور اللي معمول منه الكاثود لقوا ان البروبرتيز الكتير اللي احنا قلناها الخمسه بروبرتيز اللي احنا قلناهم دول مفيش حاجه منهم اتغيرت وده ايفيدنس وده ايفيدنس مهم جدا على ان الكاثود راي اكسبيرمنت دي بتنطبق الشروط اللي فيها والكونديشنز اللي فيها على اي element سواء في الكاثود ماتيريال او في الجاز اللي جوه. يعني اللي احنا بنقوله ده ما بينطبقش على اتوم لوحدها او اتوم بعينها ده بينطبق على كل اتوم هنحطها هنا. يعني هم مشتركين في البروبرتيز ومشتركين في الكلام اللي احنا هنقوله سواء على الالكترون لان دي تجربة كانت من اهم التجارب اللي ليها فضل في اكتشاف الالكترون والتشارج بتاعته وكمان توقع وجود بوزيتيف تشارج او هو الاكسبيرمنت اللي نقدر نقول انها توقعت وجود بوزيتيف تشارج جوه النيوكليس لكن ما كانش عنده الايفيدنس على وجودها لكن كان عنده ايفيدنس على وجود الالكترون بما انها طالعه من عند نيجاتيف تشارج لانها طالعه من عند الكاثود. نيجي للكونكلوجن اللي اكتشفه تومسون بعد اجراء تجربه الكاثود راي اكسبيرمنت. على الرغم من ان التجربة كانت مهمة جدا وليها دور عظيم في اكتشاف الـ negatively charged electrons الا ان وصفها للاتوم ما كانش دقيق على قد مستوى التجربة لانه وصف الاتوم على انها positive sphere and negative electrons embedded into it يعني اكنها طبق ومغروس فيه الطبق ده عنده positive charge ومغروس فيه negatively charged electrons. ده الوصف اللي وصل له تومسون او الكونكلوجن اللي وصل له تومسون بعد اجراء الكاثود راي اكسبيرمنت. ويجي بعده على طول راذرفورد اكسبيرمنت. راذرفورد كان عالم تحت ايده اتنين من العلماء اللي كانوا بيجروا معاه التجارب اللي هما جيجر اند مارسدن. الاتنين علماء دول كانوا من اشهر العلماء هما وراذرفورد في الوقت ده وعملوا تجربه مهمه جدا اسمها جولد فويل اكسبيرمنت. راذرفورد عشان يكون جاهز بالاكسبيرمنت بتاعته كان لازم يجهز ميتال شيت على هيئه نص دايره زي كده او 3 ارباع دايره. قدام ال 3 ارباع دايره دي كان في سورس اوف راديو اكتيف اليمنت. الراديو اكتيف اليمنت ده مهمته انه يخرج لنا الالفا بارتكل. يبقى هنا في راديو اكتيف اليمنتس راديو اكتيف element بيخرج لنا alpha particles والalpha particles دي عندها positive charge. قبل ما التجربة تشتغل او بداية التجربة هو انه يسيب الalpha particle تطلع من radioactive element ده وتمشي في طريقها والمتوقع طبعا انه يمشي الalpha particle في خط مستقيم لان مفيش اي حاجة تعوق وصولها او تخليها تغير اتجاهها. هتمشي كل الالفا بارتكلز اللي هتخرج من الراديو اكتيف اليمنت هنا من المدفع بتاع الراديو اكتيف اليمنت ده في خط مستقيم لحد ما توصل للنهايه. لكن راذرفورد وجيجر ومارسدن كان عندهم مشكله. هم هيشوفوا ازاي او هيعرفوا ازاي المكان اللي وصلت له الالفا بارتكلز اللي خرجت من الراديو اكتيف اليمنت. فكان مهم جدا انهم يعملوا طريقه او يلاقوا طريقه يعرفوا بيها المكان اللي وصلت له الالفا بارتكل. فجابوا مادة اسمها زنك سلفايد ZNS وخلوها هي المادة المبطنة للميتال شيت ده من جوه بحيث ان المادة دي ليها بروبرتي مهمة جدا بخصوص الالفا بارتكل. اول ما الالفا بارتكل بتخبط فيها بتعمل جلو. اذا المكان اللي هتروحه الالفا بارتكل اللي خارجة من الراديو اكتف اليمنت ده وهتروح له ايا كان المكان ده فين في الميتال شيت ده
هينور اول ما يعمل هات للالفا بارتكل هنا هيحصل جلو او هتنور المكان اللي راح فيه الالفا بارتكل. وبالتالي هما كده بقوا قادرين يحددوا اللي خارج من الراديو اكتيف اليمنت او من الالفا بارتكل من السورس بتاعها ورايح يخبط في الميتال شيت يقدروا يحددوا مكانه. بما ان مفيش حاجه تعوق وصول الالفا بارتكل دي او تقف في الدايركشن بتاعها، اذا المكان الوحيد المتوقع ان الالفا بارتكل دي تروح له هو الستريت لاين قدامها بالظبط، وده اللي حصل بالفعل في اول التجربه. لكن مع تغير الظروف اللي هيعملوها في التجربة، يعني هيشيلوا هيحطوا جولد فويل في النص هنا كده، ويبدأوا يشغلوا الالفا بارتكل تاني وتمشي، هيطلعوا نفس كمية الالفا بارتكل من الراديو اكتيف اليمنت ويمشوا في نفس الاتجاه. بس في حالة وجود الجولد فويل الظروف اتغيرت، مش كل الالفا بارتكل اللي خارجة من الراديو اكتيف اليمنت هتبدأ تروح في ستريت لاين، لا هو موست اوف الفا بارتكل فعلا هيروح في ستريت لاين ويعدي في خط مستقيم. وهنعرف دلوقتي الاوبسرفيشن ده النتيجة او الكونكلوجن بتاعته ايه. وسمول بورشن او سمول اماونت اوف الفا بارتكل ريفلكتد باك، رجعت تاني وعملت ريفلكشن للمكان اللي رجع منه او خلف الجولد فويل، ما عدتش في ستريت لاين ولا غيرت اتجاهها زي الكميه الاخيره اللي هنقولها دلوقتي. كميه قليله من الالفا بارتكل غيرت اتجاهها وعملت ديفلكشن وما مشيتش في خط مستقيم، انحرفت عن المسار بتاعها. طيب احنا كده عندنا 3 observation المفروض يكون ليهم 3 conclusion. تعالوا نقول الثلاثة observation الاول. Most of alpha particles passed in a straight line. معظم الالفا بارتكل عدوا ومشيوا في خط مستقيم كأننا لسه ما حطناش الجولد فويل. طيب وsmall amount of alpha particles reflected back. رجعت تاني خبطت في حاجة ورجعت تاني عملت reflection. طيب و small amount أو small portion of alpha particle deflected يعني غيرت اتجاهها. دول التلاتة observations اللي عندنا. طب ايه التلاتة conclusion وكل واحدة ايه الدليل بتاعها او evidence بتاعها. most of alpha particle passed in a straight line ده معناها ان most of the atom is empty، يعني معظم الاتوم فاضي، معظمها space فاضية والال energy levels يدوبك فيها الالكترونز. طب واللي ريفلكتد باك دي اكيد 1,000,000% خبطت في جسم كبير ورجعت منه تاني عشان تعمل الريفلكشن. اذا هو اكتشف من الريفلكشن بتاع الالفا بارتكل ان في bulky object in the center of the atom اللي احنا later سميناه نيوكليوس. طب والجزء اللي ديفلكتد، اللي ديفلكتد ده احنا عارفين ان الالفا بارتكل عندها بوزيتيف تشارج، واحنا قلناه من شويه في بوزيتيف تشارج الفا بارتكل هي اللي معديه هنا، كونها تعمل ديفليكشن او تغير اتجاهها ده معناه ان هي قربت او كانت ماشية جنب حاجة ليها نفس التشارج دي وعملت بينها وبين الاوبجكت التاني ده ريبولشن. طب مين اصلا الاوبجكت اللي في نص السنتر بتاع الاتوم؟ النيوكليوس. طب لما الالفا بارتكل تعدي من جنب النيوكليوس وتعمل ديفليكشن ده يخلينا نفهم ايه؟ ان النيوكليوس ليها نفس التشارج بتاعت الالفا بارتكل اللي هي بوزيتيف تشارج. ومن هنا التلاتة observation بقى ليهم تلاتة conclusion معروفين وواضحين. most of the atom is empty لان معظم الالفا بارتكل عدت في straight line. في bulky object in the center of the atom عشان في جزء معين عمل reflect back. الجزء اللي عمل deflect بيindicate presence of positive charge inside the nucleus. يبقى دول التلاتة observation والتلاتة conclusion اللي يخصوا Rutherford experiment. وبكده يكون الشكل النهائي ل Rutherford experiment اللي موجود قدامنا دلوقتي في fluorescent screen. زي ما قلنا الفلوريسنت سكرين دي عبارة عن زنك سلفايد ومهمته انه يعمل glowing لما الفا بارتكل تخبط فيه. دول الجزء اللي عدى في straight line passed in straight line وده most of alpha particle واللي عمل لنا indication ان most of the atom is empty. ده الجزء اللي deflected وده كمان جزء deflected ودول قالوا لنا ان positive charge
اللي موجودة عند الألفا بارتكل عدت ببوزيتيف تشارج موجودة عند النيوكليوس، وده اللي عرفنا وجود البوزيتيف بروتون انسايد ذا نيوكليوس، وده الجزء اللي ريفلكتد باك واللي خبط مباشرة في النيوكليوس اللي موجودة في السنتر اوف ذا اتوم، واللي قال لنا ان في بالكي اوبجكت ان ذا سنتر اوف ذا اتوم which called later nucleus. نرجع للملزمة بتاعتنا عشان نقول خلاصة راذرفورد والاكسبرمنت بتاعته. راذرفورد is the first scientist who stated the concept of the atomic structure based on an experiment. قال ان السولار سيستم هو نظام اشبه بنظام الاتوم، او نظام الاتوم هو اللي اشبه بنظام السولار سيستم. يعني السولار سيستم مكون من سن والبلانتس روتيتنج اراوند ذا سن، في الاتوم السن بتريبريزنت النيوكليوس والبلانتس بتريبريزنت الالكترونز. اذا النظام الشمسي او السولار سيستم شبه الاتوم والالكترونز اللي بتروتيت اراوند ذا نيوكليوس. قال ايه عن النيوكليوس؟ قال ان النيوكليوس ماتش سمولر ذان ذا اتوم، اصغر بكتير من الاتوم، من حجم الاتوم ككل، لوكيتد ان ذا سنتر اوف ذا اتوم with a positive charge، واللي اثبتها بايفيدنس ان الالفا بارتكلز عملت ديفليكشن في الاكسبيرمنت. There is a big space, or a large space between the nucleus and the orbits of the electron. So most of the atom is an empty space. Atom mass is concentrated inside the nucleus because the nucleus contains the protons and neutrons, while the mass of the electron is neglected comparing to the mass of the proton and neutrons. قال عن الاتوميك نمبر هو بيريبريزنت البروتونز، وان البروتونز قد الالكترونز، سو ذا اتوم از الكتريكلي نيوترال. الماس نمبر هو مجموع البروتونز والنيوترونز مع بعض، فنقدر بكل سهوله نحسب النمبر اوف نيوترونز عن طريق ان احنا نعمل سبتراكشن للاتوميك نمبر من الماس نمبر، يعني الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. تعالوا نجرب على ايزوتوبس مختلفة، ال H11 وال H12 وال H13، دول البروتون والديوتيريوم والتريتيوم. الاتوميك ماس في البروتون هيكون 1، الرقم الكبير اللي بيبقى يكون فوق. الاتوميك الاتوميك نمبر هنا الاول مش الاتوميك ماس، الاتوميك ماس برضو هيكون 1، لان في حالة البروتون هي 1 و 1، البروتونز هتكون 1، الالكترونز هتكون 1، النيوترونز هتكون 0. ليه 0؟ لان النيوترونز دي بتيجي لما نعمل الماس نمبر الكبير ماينس الاتوميك نمبر الصغير، 1 - 1 في حالة البروتون هتساوي 0 نيوترونز. تعالوا نجرب نفس اللي عملناه للبروتون للديوتيريوم. ديوتيريوم هيدروجين اتوم، ايزوتوب للهيدروجين، عنده 1 اتوميك نمبر و 2 ماس نمبر. الاتوميك نمبر هيكون 1 رقم الصغير، الماس نمبر هيكون 2 الرقم الكبير، البروتون الرقم الصغير 1، الالكترونز الرقم الصغير 1، النيوترونز هتكون الرقم الكبير 2 ماينس الرقم الصغير 1 equal 1 نيوترون. طيب هنا هو جايب لي السيمبل بتاعت ال H فاضية، وقايل ان عندها 2 نيوترون و1 بروتون. طيب ما احنا كده ممكن نتوقع الاتوميك نمبر والماس نمبر بكل سهوله، عدد البروتون هو نفسه عدد الاتوميك نمبر، هو نفسه عدد الالكترونز، ومجموع النيوترون والبروتون هو الماس نمبر، 1 بروتون و2 نيوترون، يبقى احنا عندنا الماس نمبر او الاتوميك ماس 3، وهيبقى هنا 1 و3، وده بنسميه التريتيوم. المعرفش الجزء الخاص بالماس نمبر والاتوميك نمبر والبروتونز والالكترونز والنيوترونز بيجي ازاي، يقدر يرجع للكيمستري بيزكس 1، يتفرج على كيمستري بيزكس 1 احنا شرحنا فيها ازاي بنحسب النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز والنمبر اوف الكترونز، وازاي كمان بنحدد الاليمنت من البريودك تيبل، وازاي بنكتب الكيميكال فورمولا الخاصه باي كومباوند. هتلاقوا كمان في الديسكريبشن بتاعت الفيديو ده لينك لجوجل فورم تقدروا تقيموا تحصيلكم من السيشن النهارده.
لحد ما اشوفكم المره الجايه واللي هنكمل فيها history of the atom وهناخد bohr atomic model. Stay safe.